حي مهرجان العالمين بيواصل في دورته الثانية تألقه بعروضه المسرحية المنوعة وحفلاته الضخمة لكبار النجوم، ومن ضمنهم طبعا الهضبة عمرو دياب، والمقرر أن يحيي حفلا غنائيا كبيرا بأجواء عالمية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس، وتحديدا يوم 9 أغسطس اللي هيبقى فيه أحداث كثيرة قوي في اليو أرينا. بينطلق حفل الهضبة عمرو دياب في تمام الساعة 10 مساء وبيستمر حتى منتصف الليل الساعة 12 بالليل، وسط حضور جماهيري ضخم. للمزيد حول حفل الهضبة بينضم لينا دلوقتي الشاعر أحمد المالكي. يا مساء الفل عليك. مساء النور. احكي لي عن حماسك كده لحفلة الهضبة. وانا طبعا اولا بشكرك وبشكر التلفزيون المصري يعني وانا مبسوط جدا اصلا باللي بيحصل في مهرجان العالمين، يعني بجد حاجة عالمية وحاجة مشرفة جدا. عندنا حاجة بجد يعني العالم كله بيتفرج عليها دلوقتي. فأنا سعيد قوي اللي بيحصل. وبالنسبة للهضبة، أنا طبعا الهضبة يعني كان وش حلو عليا في حياتي. عملت له 3 أغاني قبل كده طبعا، أول كل حاجة دي كانت لحن وبالاشتراك مع سامح كريم. وعملت له أول يوم في البعد، وعملت له يا روقانك. الله. وكان ليه أغنية حتى غناها في حفلة قبل كده، اللي كان أكبر طموحه إني أتصور معاه لما كنت بعدي جنبه، كان يوم يقف انتباه، بس دي ما نزلتش يعني، كانت اتكتبها في حفله. فالهضبه طبعا يعني ككلنا كمان جيلنا والاجيال حتى اللي قبلنا واللي بعدنا، هو حاجه في تكويننا كلنا. فانا مبسوط. احكي لنا عن اجواء كده الهضبه وانت بتكتب له الاغاني دي. يا روقانك دي انا بحبها قوي، وانت اول كل حاجه بحبها قوي كمان، كل يعني الثلاث اغاني دول هايلين. لكن احكي لنا عن الاجواء وانت بتكتب الكواليس اكتر، وانت بتكتب الاغاني دي للهضبه، هل بيبقى فيه مود معين انتوا فيه؟ يعني احكي لي كده ايه اللي بيحصل. بصي، هو انا في الغالب انا كشاعر او اغلب صناع الاغنيه مش دايما بنبقى موجهين الاغنيه لحد. اوكي. يعني الاغنيه الوحيده اللي انا وجهتها لعمرو دياب هي يا روقاني دي. انا كان حلم عندي مودو اكتر الفتره دي يا روقاني. صح. وكمان كنت بلاقي البوم عمرو دياب اسمه ايه، ويلوموني عودوني امرك. فكان نفسي دايما يبقى عندي اغنيه كده كلمه سنيه تبقى في حياته كده. وكانت كمان يعني اللي بسطني اكتر ان هي كانت هي لحن طبعا محمد يحيى وتوزيع طارق مذكور. ففكره ان طارق مذكور ده العالم ده يوزع لي اغنيه وعمرو دياب بيغنيها، فدي من الاغاني اللي يعني كمان كسرت حته ان الدراما والنكت شويه، لان اول يوم في البعد اول كل حاجه دراما جدا. فهي روقانك الوحيده فعلا اللي فصلتها عليه. هو طبعا عدلنا فيها كتير، غيرنا كوبلات كتير فيها. اول كل حاجه طبعا هي بالنسبه لي اول حاجه معاه، وكانت اول فرحه يعني، كان حدث كبير جدا، ولما نزلت عملت ضجه كبيره قوي في الالبوم ده، كان اسمه معدي الناس. فلا الهضبه ليه جزء كتير يعني كبير. وبعد كده بقى في كام اغنيه خدهم بس ما بينزلوش، انت عارفه طبعا هو بياخد اغاني كتير. فالحته دي طبعا هي بتضايق يعني. انا طبعا لما ما بنزلش في الالبوم في وقت ما كان في البوم برضه، دلوقتي الموضوع بقى اكثره سناجل يعني. طب ايه اللي بيميز عمرو دياب النهارده؟ يعني ليه الحفله؟ احنا انت عارف انه اداره المهرجان اول ما نزلت اول فئه يعني للتذاكر سولد اوت بالكامل، تاني فئه سولد اوت بالكامل. وخلي بالك احنا بنتكلم في غضون سواء ساعات او ايام بكتير جدا. فايه اللي بيخلي عمرو دياب بعد السنين دي كلها متربع على عرش كامل العدد يعني زي ما بيقول؟ بصي، هو عمرو فكره احنا دلوقتي مثلا عمرو بادئ يعني فعليا من حوالي سنه 83 او 84. فاحنا كده فعلا قفلنا يعني مع عمرو دياب 40 سنه، دي رحله يعني طويله جدا، تقريبا قربت لرحله ام كلثوم برضو مع الشعب المصري في نفس المده تقريبا. ففكره الاستمراريه دي ان هو اولا ما بعدش عن الناس يعني. في مطربين كتير كانوا في جيل قبله وفي جيل معاه وفي جيل بعده. المطرب اللي بيبعد او الفنان عامه اللي بيبعد 3 4 سنين ورا بعض عن الناس بيتنسي شويه. وخصوصا لما يحصل تطور في الاذواق، بتطلع موجات جديده بقى زي المهرجان والتراب والراب والكلام ده كله. عمرو فيه ميزه ان هو ابديتد جدا. في بعض الالفاظ وبعض الحاجات الناس بتستغربها في الاول، بس لما تيجي بعد كده تسمع لا ده جديد. هو لولا ان هي جديده الناس مش هتستغربها. ففكره ان هو الحفله دايما كامل العدد، عمرو طبعا كان فكره حفلات كان كل سنه بيعمل حفله في مارينا مثلا والكلام ده. ساعات من ايام العجمي، من ايام بيانكي لغايه النهارده. لا من ايام المعموره كان. أيوه. حاجات كتير قوي. ففكره ان هي حفله جماهيريه، وبرده المهرجان الناس حابه قوي الفكره ان احنا عندنا حاجه بالجمال ده. فلما يبقى فيها كمان عمرو دياب
لا أنا وانا كمان المهرجان ارتبط بيا خلاص الفتره دي، لان انا كان في حفله قبل حفله تامر حسني. تامر حتى غنى اغنيه لاول مره غناها في الحفله، تنزل قريب ميه نهار ابيض دي بتاعتي برضو، فالمهرجان ارتبطت بيه خلاص بقى ذكرى بالنسبه لي. انا عاجبني مودك الفتره دي، انت واضح ان انت ايه يعني مودك حلو فبتعمل اغاني حلوه. في اعمال جايه مع عمرو دياب الفتره الجايه؟ لا عمرو لسه، يعني عمرو كان استقرنا كل فتره كده يستقر على حاجه وبعد كده يخف. هتحضر الحفله؟ لسه مش عارف، لسه ما قررتش بصراحه. لازم تحضرها اكيد. لسه راجع اصلا من يومين ثلاثه فلسه مش عارف رايح ولا لا. بس هو حدث حلو، الناس هتتبسط جدا ان شاء الله، ويعني يا رب كده دايما ايه يبقى فيستيفال كده مشرف لمصر، خلاص بقت حاجه يعني قدام العالم كله وتفرحت. نشكرك الشاعر احمد الملكي، يعني كل شكر ليك، بنتمنى لك مزيد من التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله تحضر الحفله.